طبعا دي محدش يقدر ينكرها يا فندم. رجاله وزين الرجاله. نعم. انا عايز اقول ايه، انا النهارده لو قلت ان انا لما ما نزلتهمش رمسيس او نزلتهم في الجيزه او بشتيل وجزء منهم راح رمسيس اللي عايز يروح رمسيس ده، لو قلت ان هو تمييز عنصري، طب البحار وبقى الوجه البحر كله والقاهره اللي بيروحوا على يدك طول السنه، مش اسوان، مش في الشتاء بس عشان يشتوا في اسوان والاقصر، او اللي رايحين وفود سياحيه لكل المناطق السياحيه اللي في الصعيد. انت عارف حياتك طبعا كل الصعيد ومحافظاته وكل بلاده طبعا هي مهد الحضاره الفرعونيه، وطبعا كلنا بنروح نزور الاقصر وبنزور هنا وبنزور اسيوط وبنزور سوهاج وبنزور اخميم وبنزور ابو سمبل واسوان، مش في الشتاء بس، لا ده في الشتاء وفي الصيف. طب هو يجي البحراوي او بتاع القاهره اللي عايز يروح الصعيد يقول لي دي تفرقه عنصريه، انت ليه ما طلعتش القطر اللي بروح الصعيد من رمسيس وهتبهدلني وتودينا اركب من بشتيل؟ طب ما هي دي زي دي. طب ليه دول ما قالوش كده؟ طب في حاجه ثانيه، طب احنا النهارده ثاني قطر عندنا، ثاني قطار انشئ في مصر كان القاهره السويس، كان بيطلع من عين شمس. طب احنا النهارده لغينا محطه عين شمس وهيبدا من محطه عبد المنصور اللي حضرتك شرفتنا فيها في افتتاح المرحله الرابعه للخط الثالث. ليه؟ لان منطقه عين شمس اصبحت مكتظه جدا بالسكان وبالزحام المروري، وقاعدين نعمل فيها كباري وعشان نفك الدنيا فيها. طب انا النهارده لما امنع قطار السويس يوصل عين شمس او يوصل رمسيس وبيبدا من محطه عبد المنصور ولكنه مخدوم كل اهالي القاهره والجيزه، بيخدم عليهم المترو سواء الخط الثالث او الخط الثاني او الخط حتى الاول ثم بياخد الخط الثالث يوصل عدلي منصور. نعم. عشان ياخد السويس او عشان ياخد العاصمه الاداريه الجديده او عشان ياخد العاشر من رمضان كده السويسه يقولوا دي تفرقه عنصريه ضدنا عشان انت لغيت المحطه من عين شمس ووديتها عدلي منصور في السلام. أكيد. لا طبعا ده كلام مش منطقي وكلام مش مقصود، مش مقصود اطلاقا ولا وارد عندنا. نعم. ولا وارد في ثقافتنا ولا في شغلنا. الحاجه المهمه جدا، طب هو موقف احمد حلمي راح فين يا استاذ يا مصطفى؟ اتنقل. موقف احمد حلمي اتنقل راح عبود. ليه؟ لان احمد حلمي منطقه اصبحت يعني مزدحمه جدا، ما كانش ينفع ابدا. انا في السبعينات وانا في الكليه الفنيه العسكريه باجي من الـ من الـ من المنصوره، كنت باجي في البيجو وباجي في الميكروباص واجي في العربيات التاكسيات بتاعت الاقاليم وبنزل في احمد حلمي. طب النهارده احمد حلمي اتنقل راح عبود، طب كل الناس بتوع القاهره بقى يقولوا ده تمييز عنصري ضدنا، وانتوا ليه نقلتوا احمد حلمي وديتوه عبود؟ مصلحه البلد بتقول كده، مصلحه البلد بتقتضي ان احنا نخفف الزحام اللي موجود. ما هو لو كان هيجي يركب من احمد حلمي كان هياخد ساعه، كنا احنا في اخر ايام احمد حلمي كنا بناخد ساعه وساعتين عشان نوصل من شبرا الخيمه لحد احمد حلمي، اجي من المنصوره في ساعه ساعه وربع وبعدين ادخل لحد احمد حلمي في ساعه ونص وساعتين. طب هو ده كلام؟ فكان لازم يتنقل لعبود. نفس الكلام محطه بشتيل. طيب هي هو الحكومه دي يا استاذ مصطفى، حكومه الدكتور مصطفى مدبولي اللي انا بتشرف ان انا عضو فيه برئاسه طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيرأس كل الدوله المصريه من كل مؤسسه، سواء مؤسسه تنفيذيه زي الحكومه او تشريعيه زي مجلس النواب اللي حضرتك بتشرف بعضويته او القضائيه او كل مؤسسات الدوله اللي بيرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو في عصر هذا الرجل، هو المشروعات اللي اتعملت للصعيد، وانا مش عايز اعتد عشان ما حدش يقول هو انت بتعايرنا، هو انتوا عملتوا لنا من جيوبكم، لا احنا عملنا لكم بعرقكم بفلوسكم بفلوس المصريين كلها، لان احنا ما عندناش تفرقه بين الصعيد وبين وجه بحر وبين القاهره بين المسلم وبين المسيحي. مصر بلد واحده من نسيج واحد وهتستمر كده الى يوم الدين ان شاء الله باذن الله. هو من ساعه ما كان رئيس عبد الفتاح السيسي وزير للدفاع، مش دلوقتي، مش عملنا قرى النوبه في وادي كركر فيها مستشفيات وفيها سم شرطه وفيها مولات تجاريه وفيها مدارس وفيها وفيها، وانا كنت احد اعضاء الناس اللي بتشتغل فيه، اللي زي ما قلت قبل كده سياده المشير طنطاوي جابنا قال تعمل المستشفى دي في شهرين، دول اهالينا وعايزين يتعالجوا، انتوا عملتوا قرى ليه من غير ما تعملوا لهم مستشفى؟ وعملنا المستشفى في شهرين.